أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم هو رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي، الأكاديمي والسياسي المصري. درس الهندسة وتخصص في مجال التخطيط العمراني، تولى حقيبة الإسكان والمجتمعات العمرانية في عام 2014 ولثلاث حكومات متعاقبة، وفي 2018 كلف بتشكيل الحكومة المصرية. إذن أسأل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن نهج حكومته في التعامل مع قضايا مصر الداخلية الاقتصادية منها والاجتماعية، وأيضا عن علاقات مصر الخارجية وما تواجهه في هذا الصدد من تحديات. دكتور مصطفى مدبولي، أهلا بك معنا في بلا قيود. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك في منتدى شباب العالم. أهلا وسهلا. يعني بداية، ونحن نتحدث في منتدى شباب العالم، أريد أن أسأل عن الشباب وعن تمثيلهم في حكومتك. اسمحي لي طبعا في البداية أن يعني إحنا نتكلم على من أول لحظة يمكن كان فيه اهتمام شديد من القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية، والحقيقة ده يعني انعكس من البداية في دخول جيل من صغار السن في الكادر الحكومي وعلى الأخص في المناصب القيادية مثل الوزراء. وده يمكن انعكس، يعني أنا عايز أقول لحضرتك على المستوى الشخصي، أنا لما دخلت في الحكومة كنت لسه في حقبة الأربعينات، في منتصف أو النصف الثاني من الأربعينات، وده بالنسبة، وكان معايا زمايلي كثيرين بنفس الفئة العمرية، والحقيقة يمكن ده بالنسبة لمصر كان شيء غير معتاد على الإطلاق. يعني أن يبقى في عدد من الوزراء في فئة الأربعينات ويمكن فئة أقل، فالنهاردة الحمد لله هذا النهج هو مستمر. طيب، هذا كله شيء جميل، ولكن الشباب عازف عن المشاركة السياسية، ليس كذلك؟ يمكن كانت في فترات سابقة حضرتك، واسمحي لي أقولك لأن أنا كنت بنتمي لفئة الشباب، ويمكن كان في فترات معينة هناك نوع من عدم الوعي بالأبعاد السياسية وموضوع التعدد الحزبي، ولكن النهاردة طبعا ابتدى الشباب مدخلهم، وأنا شايف هو هذا الموضوع هو مدخل العمل العام. وبقى فيه النهاردة وعي وفي رغبة من الشباب في الدخول في معترك العمل العام، وأنا بعتبرها دي خطوة جيدة كبداية في موضوع المشاركة السياسية الحقيقية. ولكن المشاركة السياسية بمعنى التصويت مثلا في الانتخابات، يعني هناك حالة عزوف، يعني هناك 29% يعني كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2020. تمام. فيعني أليست هذه نسبة قليلة؟ خلينا نتكلم إن إحنا كنا في خضم كورونا، وبالتالي يمكن لكن اللي إحنا شايفينه وإحنا عارفين كويس قوي من الإحصائيات إن نسب تواجد الشباب لم تكن بالقليلة، بل على العكس زيها زي متوسطات كل الفئات العمرية. وعايز أقول لحضرتك ده بالعكس، يمكن الفترة الأخيرة ابتدت هذه النسب تزيد عن حقب سابقة كانت موجودة في عمر الدولة المصرية، والوعي السياسي بيبنى في دولة خارجة من معترك وخضم سياسي ضخم جدا وأحداث استثنائية مرت بيها في العقد السابق بتخلي كل المواطنين مش فقط فئة الشباب النهاردة كانوا في نوع من يعني مش العزوف، ولكن من نوع بيراقبوا إيه اللي بيحصل في الدولة وإيه التغير اللي بيحصل. ولكن خلينا نتكلم ان من خلال طبعا وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل اخرى ابتدى الشباب بيعوا تماما حاجات كثيره جدا ممكن ما كانوش يعرفوها، وبالتالي بقت النهارده الوعي وحتى النقد للاوضاع اي شيء هم شايفينه. وسنتحدث عن النقد للاوضاع بعد قليل، ولكن دعني ابدا الان مع الاقتصاد، لان الاقتصاد المصري يحقق ارقاما جيده، معدلات نمو ايجابيه، نتحدث عن 5% في العامين السابقين على كوفيد، والان ايضا اتصور يتوقع 5.6%. هذا كل شيء جميل ومثبت، يعني لا تشكيك فيه، ولكن لماذا لا يشعر به المواطن العادي؟ لا، خليني بقى أنا أختلف مع حضرتك في هذا الموضوع. المواطن العادي لا شاعر بمدى الاختلاف الكبير من خلال الحجم الهائل من الخدمات واللي بقى النهاردة شايفه على الأرض. النهاردة المواطن المصري كان بيشكو من العديد من النقص وفقر الخدمات، النهاردة لا، يعني إحنا الكلام ده مرتبط بتوصيل المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الحجم الإسكان الضخم جدا اللي اتعمل لفئة الشباب ومحدودي الدخل، المناطق الغير أمنة اللي كانت فوق 300 ألف وحدة تم إتاحتها
الفئات كانت مهمشة تماما على المستوى يعني كل هذا كل لدي تعقيب عليه. يعني مثلا الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي كم مثلا؟ نصف مليون يعني تتكلف، ليس كذلك؟ تحدث عن حد أدنى للأجور يعني يراد رفعه إلى 2400 جنيه في الشهر، يعني كيف لشاب بهذا الأجر أنه يحصل على وحدة سكنية؟ خليني معلش يا فندم، الإسكان الاجتماعي الدولة المصرية بتنزله بأسعار مدعمة بصورة كبيرة جدا. الشقة بتتكلف على الدولة نصف مليون جنيه، لكن الدولة لا تتاحها للشباب بنصف مليون جنيه. يعني الدولة يمكن كانت آخر يعني آخر عرض احنا بنتكلم في 300,000 جنيه وعلى 25 سنة، وبالتالي يعني المقدم اللي بيتعمل مقدم بسيط جدا، والقسط اللي بيبدأ بيه النهاردة الشاب من 800 جنيه، اللي هو أقل من إيجار شقة، أنا آسف أقول، في المناطق العشوائية أو المناطق المنخفضة التكلفة. طيب. وبالتالي يمكن البرنامج بالعكس تماما كان معمول على أساس هذا الموضوع. لكن خلينا أتكلم على البرنامج الأهم اللي أنا بقوله لحضرتك بقى كخبير للتخطيط العمراني، لا لم يتم تنفيذه في أي دولة في العالم على مستوى العالم كله، وهو تطوير المناطق الغير أمنة، المناطق اللي كنا بنطلق عليها العشش أو السلامز بالتعبير الإنجليزي المشهور، اللي الدولة النهاردة نفذتها بالكامل، وبتدي الشقة بدون مقابل ومجهزة ومفروشة للأسر، وكل اللي بيدفعوه مجرد إيجار 300 جنيه يمثل فقط الصيانة بتاعت هذه الوحدة. النهاردة هذه الوحدة بتتكلف على الدولة فوق 600,000 جنيه. طيب هذا إنجاز كبير طبعا، ولكن أنا أسأل دكتور مصطفى من واقع يعني الحديث إلى الناس العاديين في الشارع، يعني الناس تشكو من الغلاء، من التضخم، من ارتفاع أسعار السلع، الشباب يشكون من البطالة، هذا موجود. احنا خلينا نتكلم نشوفها بالارقام، الدوله المصريه كانت في ايه والنهارده بقت في ايه. احنا كدوله في 11 و12 زي ما حضرتك بتقولي كنا وصلنا لنسب بطاله تتجاوز ال 13%، وكان التضخم مع اعمال الوضع الاقتصادي اللي كان موجود كان وصل الى 30% و33% لما حصل الاصلاح الاقتصادي عشان اللي احنا كنا مجبرين فيه بسبب الظروف الاستثنائيه السياسيه اللي مرت بيها الدوله وعدم الاستقرار. طب النهارده احنا كنا لغايه السنه اللي فاتت كان حجم التضخم قد ايه؟ 4.2% و4.3%، عمر ما هذه الدرجه حصلت. الان الهدف هو 7%، ليس كذلك؟ النهارده احنا بنتكلم النصف الاول من العام المالي، احنا بنتكلم على متوسط 6 إلى 6.5%، وخدي بال حضرتك هذا الرقم مدفوع في الاساس بموجب التضخم العالميه اللي حصلت على مستوى العالم، بل على العكس احنا نقدر نقول ان حتى اللي حصل في مصر يعتبر أقل من دول أخرى، يعني دول متقدمة. طب هذه الأرقام موجودة طبعا لا تشكيك فيها، ولكن هل الحكومة تعتمد فقط على الأرقام؟ لأنه لا طبعا، لأن هذا يكون انفصال عن الواقع. إحنا خلينا نقول حضرتك إحنا موجودين في الشارع على طول، كل الحكومة، ويمكن أنا بحرص طول الوقت يعني إن إحنا يبقى فيه زيارات ميدانية لكل الكلام ونقابل الناس. فخامة الرئيس بينزل تقريبا كل أسبوع، بينزل وبيعمل جولاته وبيقابل الناس وبيستمع ليهم، وعشان نعرف معاناة الناس وإيه مشاكلها علشان نقدر إن إحنا نتعامل. إحنا لا ننكر، خدي بال حضرتك، إحنا كحكومة ويجب إن إحنا نبقى عارفين إحنا مش منفصلين عن الشعب، إحنا جايين من الشعب نفسه، وبالتالي إحنا نعي تماما حجم التحديات والمشاكل اللي متراكمة اللي موجودة في مصر. لكن الأهم إيه؟ إن إحنا نكون مدركين ومعترفين بيها وبنتحرك عشان نصلحها. طيب. وهو ده الأهم، وده اللي بيعطي الأمل للمواطن وللشاب إن في أمل وفي تغيير إيجابي بيحصل. لكن هل معنى الكلام ده إن الوضع دلوقتي وضع مثالي؟ بالتأكيد لا. هو بالذات ليس مثاليا فيما يتعلق بالدين، لأن نسبة الدين لإجمالي الناتج المحلي كبيرة، يعني نتحدث عن 89% في 2019، هذا رقم طبعا قديم نسبيا، الآن يتوقع يصل ماذا، 93%؟ إحنا النهاردة 91%، ويمكن احنا مستهدفين، وده يمكن كان خليني اقول لحضرتك احنا بدأنا كان 108% من 4 سنوات، وابتدينا ناخده في مسار تنازلي، ولغاية قبل كورونا كنا وصلنا ل 87%، وكنا مستهدفين لولا كورونا ان احنا نوصل ل 83% واقل. لما حصلت كورونا طبعا حصل نتيجة، وده حصل في العالم كله، زاد الرقم وصل الى 90-91. احنا دلوقتي خطتنا ان احنا بناخده في الثلاث سنين القادمة إلى المسار النزولي مرة أخرى، ويمكن ده بالتنسيق مع كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إن إحنا إزاي نرجع تاني للمسار التنازلي في خلال الثلاث سنوات دول كتعافي من موضوع كورونا.
ولكن احنا كمجموعه اقتصاديه في الحكومه عارفين كويس قوي حجم هذا التحدي وازاي ان احنا هنتعامل معاه، لان مهم جدا مهم جدا ان احنا نحتفظ بارقامنا. طب كيف ستتعاملون مع الثقه اللي يعني كانت موجوده النهارده واكتسبها الاقتصاد؟ يعني الارقام تثير القلق، يعني 137 مليار دولار دين خارجي و6 تريليون جنيه دين داخلي، كيف وصلنا الى هذه النقطه وكيف سنخرج من هذا الوضع؟ تاني انا اسمحي لي في النقطه دي، دي ناحيه اقتصاديه مهمه جدا. اي دوله اقتصادها بينمو في البدايات بيبقى ممكن ان هي مصادر التمويل بتيجي من اكتر من شيء، بيبقى ممكن جزء منها من خلال الاستدانه سواء الخارجيه او الداخليه لغايه لما بيقدر الاقتصاد يقوى ويكون قادر على رد هذه المبالغ، وكل النمور الاسيويه بدات بهذا الشكل. وخلينا نتكلم بمنتهى الامانه، اكبر اقتصاديات في العالم النهارده هي اكبر اقتصاديات مستدينه، ولو نبص للدول العملاقه والعظمى انا بتكلم هنا على بعض الدول زي الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاخرى هنلاقي حجم الدين اللي فيها كبير. لكن انا عايز اقول لحضرتك انا اللي يهمني ايه، مش الرقم الدين كرقم، انا يهمني نسبته قد ايه من الاقتصاد ومن الناتج المحلي الاجمالي. ما هي النسبه المثلى في رايك؟ احنا النهارده بالنسبه للدين الخارجي احنا ما زلنا في الحدود الامنه اللي هي 32% من الناتج المحلي الإجمالي وأقل. وبالتالي حتى هذه الأرقام إحنا مستهدفين في الثلاث سنوات القادمة، لأن خليني أقول لحضرتك بالرغم من التحديات الهائلة اللي مرت بها مصر في الفترة اللي فاتت، ولكن إحنا دايما عينينا على هذه المستهدفات وكيف نحقق المسار النمو الاقتصادي وبنسب لا تقل عن 5.5 إلى 6 إلى 7% في الثلاث سنين القادمين، وفي نفس الوقت ضبط الدين سواء الداخلي أو الخارجي. طيب هناك من يعتبر أنه من خبراء اقتصاديين دوليين يعني أن حصة الجيش وهيمنة الجيش على النشاط الاقتصادي في مصر يؤخر، يعني يكبح جماح الاقتصاد المصري أنه ينطلق بكل عنفوان، يعني وهذا مثبت في تقديرات يعني البنك الدولي مثلا. لو يعني تريد دكتور مصطفى، البنك الدولي يقول ان 60 شركه تابعه للجيش تعمل في 19 صناعه في مصر من اجمالي 24 مدرجه على جدول جي اي سي اس اللي هو الجدول العالمي لتصنيف الصناعات. هل هذا يعني يثير مخاوف لدى القطاع الخاص المحلي والدولي من أن يدخل فينافس الجيش؟ طيب خليني، يمكن أنا سعيد جدا بهذا السؤال، وخليني أوضح لحضرتك في كل دول العالم بيبقى دائما هناك الدول بتدخل في استثمارات في قطاعات استراتيجية لهذه الدولة اللي شايفاها من وجهة نظرها تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي ليها، وإحنا درسنا كل التجارب العالمية في هذا الشأن. لو إحنا هنتكلم على حجم المؤسسات اللي حضرتك بتتكلمي عليها التابعه للقوات المسلحه لا تمثل شيء بالنسبه للاقتصاد المصري. كم تمثل؟ اقل من 1%. احنا بنتكلم هنا رئيس اقل السيسي من قال ربما 2%، ولكن يعني هذا انا بقول لحضرتك يعني مع الارقام النهارده ونمو الاقتصاد انا بقولها لحضرتك اقل من 1%. وبالتالي النهارده الشيء المهم جدا واللازم ان احنا نعيه، الدوله المصريه في هذه الفترة السابقة الاستثنائية وخروجا من ثورات، ودائما كان الاقتصاد المصري هو اعتماده وسيظل اعتماده على القطاع الخاص، واحنا عارفين هذا الكلام، وان احنا بنقول ان هذه الفترة هي فترة استثنائية، فترة انت مضطرة، ولكن بدأ يعني رجال الاعمال يعربوا عن امتعاضهم. هو حضرتك يعني خلينا نتكلم بمنتهى الامانة، لما نيجي نبص لهذه القطاعات اللي حضرتك بتتكلمي عليها اغلبها الغالبية العظمى منها في قطاعات القطاع الخاص فيها ما كانش موجود او متواجد بنسبه قليله جدا لا تكفي احتياج الاقتصاد المصري، ودي اهم شيء. وبالتالي انا كنت بستورد كميات هائله وبسدد بعمله صعبه في بعض الصناعات نتيجه لان القطاع الخاص لم يكن يغطي اكثر من 10 15% او 20% من هذه القطاعات. تاني عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا كدوله بنعمل ايه في هذه المرحله؟ أنا مضطر كتجارب كثيرة جدا أزود الاستثمارات العامة من كل مؤسسات الدولة عشان أبني دولتي، أبني بنية أساسية كبيرة جدا. حجم الإنفاق الضخم اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت في استثمارات عامة أكثر من 50% منه فقط في بنية أساسية. دي كلها يعني عشان ستستمر هذه النزعة أم ستتجهون للخصخصة؟ لأنه نلاحظ أنه شركات مملوكة للجيش اتجاه لخصخصتها وطنية وصافي. يمكن السيد الرئيس الجمهورية أعلن صراحة ان احنا هنطرح هذه الشركات
في البورصه المصريه وللطرح وللشراكه مع القطاع الخاص. توجه النهارده في لان يقال ان اي شركات تابعه للجيش لا يجب ان تعلن موازنتها، هذه هي المشكله. لا طبعا، بالعكس، هناك الشركات اللي بتعمل في قطاعات اقتصاديه مدنيه النهارده بيتم هيكلتها علشان تكون جاهزه للطرح في البورصه المصريه، زي بالظبط شركات قطاع الاعمال والشركات اللي كانت تابعه للحكومه اللي احنا بدانا طرحها. يمكن كان هناك اكيد لو حضرتك بتتابعي الطرح الخاص بشركه اي فاينانس اللي طرحت، ودي كانت شركه مملوكه بالكامل للدوله المصريه، والنهارده عملنا لها الهيكله بحيث ان احنا طرحنا اكتر من 25% منها. نفس الشيء احنا مستهدفينه في العام القادم لشركات كثيره جدا من الدوله، ومنها شركات التابعه للقوات المسلحه. طيب، اللي بتعمل في القطاع المدني. دعنا نتحول الى السياسه قليلا، واريد ان اسال عن العلاقه مع الاداره الامريكيه الحاليه، ولا اتصور انه من المبالغه القول ان العلاقه تتسم بالفتور، يعني عام الان على جو بايدن في سده الحكم، لم يحدث لقاء بينه وبين الرئيس السيسي، مكالمتان هاتفيتان فقط على خلفيه ايضا يعني بسبب التوترات في غزه حينها، ثم يعني حجب جزئي للمساعدات الامريكيه، انت كيف ترى هذه العلاقه؟ بص يا فندم، يعني خلينا نتكلم، العلاقه ما بين مصر وامريكا هي علاقه استراتيجيه وعلاقه شراكه استراتيجيه بقالها فتره طويله جدا، ويمكن تحديدا منذ النصف الثاني من السبعينات القرن الماضي، وبالذات من توقيع معاهده السلام ما بين مصر واسرائيل. وعلى اختلاف الادارات في الدولتين استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بمدى الحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات. زي أي دولتين في العالم بتبقى بتمر هذه العلاقات بمراحل تقارب أو مراحل فتور طبقا لرؤى بعض الإدارات، ولكن خلينا نتكلم يعني حضرتك بالذات على الإدارة فتور الحالية. أنا أختلف مع حضرتك بالعكس، لان يعني كان بيقال مثلا ان مصر كانت بعلاقة افضل مع الإدارة السابقة، لكن خلينا اقول النهارده مع الاداره الحاليه احنا لاول مره تم عمل الحوار الاستراتيجي ما بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، ودي ما تمتش حتى مع الاداره السابقه اللي كانت موجوده، وبالتالي بل على العكس تماما. هناك ساسه امريكيون يقولون نحن نريد اطلاق هذا الحوار الاستراتيجي حتى نتناول مساله حقوق الانسان في مصر بشكل طيب ممنهج. خلينا اتكلم مع حضرتك في هذا الموضوع، وان احنا بنفسنا يمكن التقرير اللي كان طالع من الحوار الاستراتيجي كله كان بيتكلم على نقاط إيجابية في التعامل وتفهم على كل القضايا المشتركة في هذا الموضوع. وحتى لما نيجي نتكلم على قضية حقوق الإنسان اللي حضرتك بتسأليها، نتكلم على منطلق كيف يرى الغرب مسألة حقوق الإنسان في الدول النامية والشرق كله وليس في مصر فقط على الأخص بصفة عامة. لازم نعي ان ظروف كل هذه الدول بتختلف من دولة الى اخرى، وبالتالي احنا لما بننظر لقضية حقوق الانسان، حقوق الانسان هي قضية متكاملة، حقوق اجتماعية، حقوق اقتصادية، حقوق بيئية وحقوق سياسية. هذا هو التعريف المصري الذي نسمعه كثيرا طبعا من المسؤولين المصريين عن حقوق الانسان، ولكن عندما نأتي للحريات كحرية التعبير، حرية الصحافة، مصر تصنف غير حرة على تصنيف فريدم هاوس المؤسسة الامريكية، نفس التصنيف مراسلون بلا حدود، يعني الترتيب متردي جدا للصحافة المصرية الحرة، والشكوى من أن يزج بالصحفيين في السجون، احتجاز سنوات بدون توجيه محاكمة، ومخالفات كثيرة جدا. هل هذه المؤسسات كلها، طبعا نفس الشيء في أمنستي انترناشونال وهيومن رايتس واتش، هل يعني هذه المنظمات تتآمر على مصر لتشويه صورتها؟ ليس الموضوع موضوع تآمر ولا الكلام ده كله، ولكن تاني مرة أخرى اسمحي لي أن أنا أوضح، الظروف بتاعت كل الدول بتختلف من دولة إلى أخرى، ويعني لا يمكن تطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها في العالم المتقدم بطرق معينة على كل الدول الأخرى أو دول العالم النامي. دائما هناك ظروف ممكن أن تكون مختلفة أو نظرة لهذا الموضوع بطريقة مختلفة. ويمكن إحنا تحدثنا مع مسؤولين كبار، مسؤولين في دول كثيرة جدا لتوضيح الصورة، لأن المشكلة الحقيقية أن الصورة بتكون غير مختلفة. طب وخلينا أكمل بس حضرتك. طب تفضل. أكمل. المشكلة الحقيقية أن هذه المؤسسات وأغلبها بيستقي تقاريره من حالات فردية بتبقى موجودة، لا يمكن القياس عليها أن هذا هو الوضع العام اللي موجود في الدولة المصرية بظروفها اللي بتبقى موجودة فيها. ولكن النهاردة أنا أستقي من مشاهدة التلفزيون،
خلينا انا اتكلم على دكتور مصطفى، يعني هل الاعلام المصري متنوع ام انه يتحدث بصوت واحد، ولماذا هو يفتقر للتنوع؟ لا، هناك نوع من التنوع بالتاكيد، وفي اراء وراي اخر، ولكن خلينا نتكلم ان لم يعد فقط التلفزيون هو المنصة، هناك العديد من المنصات اللي بيظهر فيها الآراء وتباين الآراء، ولكن حتى في التلفزيون لا، هناك تنوع وهناك نقد الأوضاع كثيرة جدا يوميا. هل يمكن احنا دائما بنتابع هذا الموضوع على التلفزيون او في الإعلام المرئي او المسموع او المقروء الرئيس عبد الفتاح السيسي، او ان يطرح سؤالا عن تداول السلطة او اشياء من هذا القبيل؟ انا عايز اقول لحضرتك ده بيتم بالفعل وبيحصل لهذا النقد على يعني انتقاد وموجود. لا ده موجود بصفة عامة وموجود وبيناقش بشدة، وخليني أقولها بكل الحقيقية، احنا هنا مساحة اللي موجودة، وحتى المناقشات اللي حضرتك بتقولي انها يعني ممكن تكون مش كافية، لا دي هي أفضل بكثير من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط بكثير جدا جدا يعني جدا. إذا استخدمنا فكرة القياس النسبي لن نصل إلى أي شيء، ولكن يعني هناك من يحلل هذا غياب التنوع إلى هذا الحد في الإعلام المصري لأنه مملوك لجهات قليلة جدا، يعني القليل من جهات تمسك بزمام الأمور وهي محسوبة على الأجهزة الأمنية. خلينا نتكلم بالعكس، النهاردة إن إحنا الدولة بتحاول بقدر الإمكان تعمل التوازن، لأن هناك الحقيقة يعني منصات كثيرة جدا إعلامية النهاردة موجودة، وخلينا نتكلم بهذا الشأن، كلها موجهة ضد الدولة المصرية، فاحنا بنحاول بقدر الإمكان نعمل التوازن ونشرح الوضع الحقيقي من خلال بعض المنصات اللي الدولة بتشرف عليها أو تملكها، ولكن في نفس الوقت المساحة بتاعة المنصات الأخرى موجودة ومفتوحة، والمواطن بيشوف الاثنين، والمواطن في الآخر لديه القدرة على التمييز. أنا أريد أن أسأل عن سد النهضة في النهاية، ونظيركم الإثيوبي أبي أحمد عقد اجتماعا لحكومته في موقع السد، فيما يبدو أنها رسالة واضحة، يعني صندوق بريدكم وبريد الخرطوم ربما. كيف قرأتم هذه الرسالة؟ يعني ما الذي يريد أن يقوله؟ إحنا من البداية كمصر كنا دائما بنؤكد على شيء واحد، إحنا لسنا ضد أي تنمية تحصل لأي دولة في حوض النيل، بل على العكس إحنا نرحب، وكنا حريصين وأعلننا في كثير من الأوقات وبلغنا الجانب الأثيوبي ان احنا كنا يعني عندنا رغبة ان احنا نتشارك في انشاء هذا السد. الشيء المهم جدا ان هذه النوعية من المشروعات اهم شيء بالنسبة لنا الا تضر او لا تسبب الضرر لمصر في حقوقها في نهر النيل. هل انت مطمئن انها لن تضر؟ طبعا احنا النهاردة بنتابع هذا الموضوع بحرص شديد جدا، وبنتابع هذا الموضوع و الدولة المصرية بتتابع من خلال كل الوسائل الممكنة الدبلوماسية والسياسية ان احنا ازاي نتعامل مع هذا الموضوع. كل اللي بننادي به ولهذه اللحظة ان نصل مع بعض الى توافق اثيوبيا ومصر والسودان، الى نوع من التوافق لاتفاق قانوني ملزم ينظم التنمية وحقوق هذه الدول كلها في حقها في التنمية والاستفادة من نهر النيل. وبنحاول حتى هذه اللحظة ومن هذه المنصة ان احنا بنتكلم مع اشقائنا في اثيوبيا ان لابد ان نصل الى حوار ونصل الى توافق في هذا الموضوع، لانه كله في النهايه هيبقى لمصلحه شعوبنا. ليس من مصلحه شعوبنا ان هناك يكون خلاف ونزاع وصراع على شيء طبيعي ربنا وهبه لنا جميعا، بالعكس لدينا المساحه لنا كلنا ان نستفيد من هذا المورد الهام الطبيعي بما يخدم حقوق شعوبنا، ولا ان هو يجي او يجور على حق شعبنا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، شكرا جزيلا على وجودك معنا في بلا قيود على شاشة بي بي سي نيوز عربي. شكرا.